كيفاش تتشوف شي تصرف غير لائق من عند واحد الشخص اللي عايش معك مثلا في المحيط ديالك، يا اما رب عمل، يا اما فرد من العائله، وكتشوف راسك انك مضطر تكومونيكي معاه في هاد لا بيريود دو كريز هادي. كل اغلبيه ديال الناس اين غيف با جيري ديك لا طونسيون، سوا تيحشم سوا تيقول الدنيا هانيه، حتى كيتضرر هو بداك التصرف، عاد كيقول وراه كنت كنحشم ما كانش عليا الحشم. هاد القرعه هادي تتكون عامره بالماء، هاد الماء اللي هنايا هو تراكم ديال واحد الاحداث اللي ما تتريطاوش في الماضي. يقدر يكون الماضي واحد سنوات واللي كيتحولوا لجروح، يقدر يكون الماضي القريب، يعني شي واحد كان عليك تقول ليه شي حاجه وما قلتيهاش، شي واحد كان عليك تصارحو وتواجهو بشي حاجه وما صرحتيش بها، شي واحد قلل عليك الاحترام وبقيتي هزه في قلبك وباقي ما عبرتيش ليه على ان هذاك التصرف ما عجبكش، وتبقى هادشي يتراكم هنايا حتى كيوقع واحد الحدث خارجي ما عنده حتى علاقه بهذوك التراكمات اللي عندك، وتيخليك تصرف بطريقه خاطئه مع شخص خطا. بحال دابا كنشوفو مثلا واحد كيدخل كل نهار سكران كيضرب مرتو، لان كيدخل كيلقى مرتو حيت قصير كيضربها، اولا كيدخل كيحقر على ولادو، هذاك اللي دائما اللي كيحقر على ولادو واللي كتلقاه كيف ما تيقولوا صعصع في الضحك كتلقاه مقموع في الزنقه، اولا اللي كيدخل عندك مثلا لي كومونتير في يوتيوب وتيعير لك والديك وانت ما تعرفوش. دونك هذا هادو ناس كيعيشوا واحد المعاناه، كيعبروا على واحد المعاناه. ومن بين الامور الاساسيه في الذكاء العاطفي هو ما تبقاش تخلي الناس يجروك لهذاك لو كاو ايموشنيل اللي تعيشوا فيه، ديما خلي لا ديستانس، وديما خاصك تفهم بان واحد الشخص اللي غادي اللي غيبورتي ان جوجمون فيك انت، ولا اللي غادي يقول فيك واحد انتقاد سلبي مجاني، بحال انت مالك لابس بحال هكا، انت مالك كتهضر بحال هكا، هذا سي عامنا بيسيل. دونك خاصك تفهم بانه هو كيعبر بحال هكاك، يعني تيعبر على واحد المعاناه تعيشها. ما تخليش ليموسيون يعيش في الداخل ديالك، يعني شي حاجه اللي باغي تعبر عليها او الحدث اللي خصو يتريطا، ما تخليش يتريطا اكثر من 21 يوم. يعني عندك ما بين 40 دقيقه ل 21 يوم خاصك تخوي داكشي اللي ما عجبكش مع الشخص المعني بالامر، مع لا بون بيرسون في لو بون اندوا. ولا كاين شي حاجه اللي خصنا نتعلموها في هادشي كامل، نيميرو 1 هي لا جيستيون دي زيموسيون. الوغ لا جيستيون دي زيموسيون يعني لا كومونيكاسيون دو كريز، خصني نقول لا، ولكن دائما في انتظار رده فعل اللي تقدر تكون، حيت حنا ما كنت حنا كيف ما مع الاسف ما تنتقبلوش ان الواحد يقول لنا لا، ما تنتقبلوش الاغلبيه سي نورمال. والناس زعما اللي ما تيخدموش على نفسهم واللي الحياه ديالهم فارغه واللي ما كيعيشوش تحديات، عايشينش فواحد السياق اللي فيه العلاقات مع الناس، تيصعيب عليهم يتقبلوا لا ويصعيب عليهم يتقبلوا اي حاجه. وكاين بيان سور دي جون عاوتاني دي زامبيسيل، يعني كتلقاه الامور باغيها كلها تمشي على حساب كانتو بالطريقه اللي بغا هو، وانت فاش تبغي تقول شي حاجه وتعبر على شي حاجه انت ما مزيانش. واحسن وسيله باش هاد الناس هادو يرجعوا لبلاصتهم هو تتقول انت داكشي اللي عندك. دي فوا تتوصل اون فيولونس فيربال، يعني كيقدر يعايرك حيت قلتي ليه لا. دي فوا الا كان فريمون حاقرك مزيان تقدر توصل اون فيولونس فيزيك، الاعتداء جسدي عادي جدا. دونك انت خصك تكون ديجا موجد، داخل فيها لا، داخل فيها كيفاش تتعامل مع اشخاص اللي داروا شي تصرف غير لائق، كيفاش تعطي واحد الراي سلبي ولكن بناء، كيفاش تكومونيكي مع الناس فاش تكونوا غتبداو واحد الصفقه باش ماشي حتى توصل النص ديال الخدمه ويقول لك مثلا وزيدني ولا 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 هادشي ما كاش داخل في الحساب الى اخره. دونك هادشي تنطيحوا فيه كيف ما قال سي اكزاكتومون.